السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير. مؤخرا انتشر العديد من الأخبار عن أن حاملي اللجوء، سواء كان اللجوء عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أو عن طريق أي دولة من أوروبا، إن كل الأشخاص اللي معاهم إقامة أو معاهم جنسية ناتجة عن اللجوء أو طلب اللجوء في دولة من الدول اللي احنا قلنا عليهم، إن أثناء قدومهم ورجوعهم إلى بلدهم جمهورية مصر العربية تم إيقافهم عن طريق الأمن الوطني وخضوعهم للتحقيق أكثر من 5 أو 6 ساعات، في ناس خرجت في ناس لم تخرج إلى الآن. في الحقيقة الأخبار دي انتشرت بشكل كبير جدا من ناس كتيرة قالت إن حصل معاهم النوع ده من المواقف، إن تم القبض عليهم وأثناء التحقيق معاهم في الأمن الوطني اتوجه لهم بعض الاتهامات إن هم بيقوموا بنشر أخبار كاذبة عن مصر للحصول على الإقامة والحصول على اللجوء من الدول اللي بينشروا فيها أخبار كاذبة عن مصر. في الحقيقة الموضوع ده شوية حساس، ناس كتيرة قلقانة منه لأن في عدد كبير من المصريين مقدمين طلبات لجوء سواء لأوروبا أو لأمريكا. بس تعالى ناخد الموضوع من وجهة نظر تانية. أنت النهاردة زعلان إن أنت لما بترجع مصر بيتم إيقافك وإن أنت بيتوجه لك بعض الاتهامات أو بعض التحقيقات إن أنت بتقوم بنشر أخبار كاذبة عن مصر. طب ما دي حقيقة، مع عدد كبير جدا من الناس اللي بتطلب لجوء لازم علشان تطلب اللجوء يكون عندك قصة محكمة، لازم بتقول ان انت بتخضع للاضطهاد الديني، بتخضع للاضطهاد الانساني، ان انت بيتم ترفيه قضايا ليك، ان انت بيحصل معاك مشاكل كتير جدا، المشاكل دي انت بتحاول تنجو بنفسك من مصر فبتطلب اللجوء من اي دولة من دول اوروبا او من الولايات المتحدة الامريكية او اللجوء عن طريق اي دولة ايا كانت. معنى كده ان انت في بلدك عندك مشاكل كبيرة جدا. في ناس بيكون القصص بتاعتها ان عندهم مشاكل طائفية، في ناس بيقولوا ان احنا عندنا حرب اهلية في البلد اللي احنا فيه، فبالتالي انت اخدت اقامة او اخدت جنسية ناتجة عن اللجوء سواء كانت في امريكا او في اي دولة من دول اوروبا، فالطبيعي ان انت لما ترجع مصر، وعلى فكرة ده كلام منطقي جدا، ان الدولة اللي انت كنت بتحمل جنسيتها الاولى المفروض ان هم يقولوا لك انت اخدت اللجوء ده بناء على ايه، انت حصل لك ايه في حياتك خلى ان انت تحصل على اللجوء، هل بالفعل تم اتهامك اتهامات ظالمة ودخلت السجن وبناء على كده انت بتطلب اللجوء؟ هل بالفعل حضرتك شخص ليك آراء سياسية معادية للدولة فبالتالي انت عايز جنسية دولة تانية علشان تقدر تحافظ على حريتك وحياتك؟ هل بالفعل انت مضطهد دينيا او عايز تغير دينك او عايز تغير جنسك او عايز تغير اي حاجة في حياتك وتخشى على نفسك علشان كده بتطلب اللجوء؟ كنت قبل كده اتكلمت عن موضوع اللجوء وقلت ان عدد كبير من الناس وبالاخص المصريين بيكون الوسيلة الآمنة ليهم لطلب اللجوء هي فكرة اللجوء الديني، بمعنى اصح ان بيكون الشخص مسلم بيقول انا عايز اكون مسيحي، وهنا بيتحقق عنصر القلق وعنصر الخوف على حياة الشخص ده طبعا، لان ممنوع عندنا يعني حاجة زي كده بيبقى فيها مشاكل، فبيلفقوا القصة دي او بيختلقوا القصة ديت علشان خاطر يحصلوا على اللجوء. هنا الطبيعي بقى ان انت لما ترجع ان انت تخضع للتحقيق، وانا متفق جدا مع ده، بمعنى ان انت النهارده عندك مشكله فطبيعي مصر تقول لك مشكلتك كانت عندنا ايه علشان كده انت طلبت اللجوء. ناس كتير قلقانه، وعلى فكره المحامين اللي بيقوموا او بيقدموا طلبات اللجوء دايما بينصحوا الناس ان انت لما يبقى عامل قضيه لجوء ضد بلدك ما ينفعش اول ما خلاص تقدر ان انت تنزل اول حاجه تعملها ان انت تجري تروح بلدك، امال انت تطلب اللجوء ليه؟ ده انت كده ممكن يحصل لك مشكله داخل بلدك وفي البلد كمان اللي انت حصلت فيها على حق اللجوء. انا عارف ان الموضوع قلق ناس كتير، بس برضو خلينا اطمنكم ان هو مش مع كل الناس، يعني مش كل الناس اللي معاها لجوء اتحقق معاها وتوجه ليها اتهامات، في ناس كتيره اتاخد منها كلمتين وخرجوا، في ناس ما خرجتش بس اعتقد ان هم هيخرجوا لان عدد اللاجئين كتير جدا، ممكن ناس تدخل ما تطلعش، ممكن، بس ده لازم يكون يعني ارتكب جريمة كبيرة سياسية او انسانية في حق البلد. لكن اعتقد فيما يخص الناس التانية اللي قدمت طلبات لجوء عادية وحتى لو كانوا قالوا بعض الاخبار اتقبض عليهم، اعتقد ان ده بيكون لاستيفاء بعض المعلومات الامنية، لان في اوقات بيتم اسقاط الجنسية عن اي شخص بينشر اخبار كاذبة بالخارج. علشان كده يعني انت بنسبة كبيرة محدش يقلق، دي مجرد استيفاء معلومات أمنية. أعتقد إن ناس كتيرة من اللي دخلت خرجت ورجعوا دلوقتي، كلهم اللي سافر أوروبا واللي سافر أمريكا، والموضوع دلوقتي بقى طبيعي تماما. تقلق أو ما تقلقش، أنا شايف إن أنت ما تقلقش طالما الموضوع بالنسبة لك كان روتيني. تقلق إمتى؟ لو أنت بالفعل ليك آراء مناهضة بشكل كبير جدا وآراء سياسية معادية للدولة. تقلق فعلا لو أنت راجل ليك ميول إرهابية
وخرجت بره وعملت لجوء علشان تنجو بنفسك من افعالك تقلق فعلا لو انت كان عليك احكام جنائيه في مصر وطلعت بره خدت حق اللجوء علشان ان انت تنجو بنفسك ولا تحاسب داخل مصر، تقلق من الحاجات دي كلها. ومش عايز الناس يعني دايما تحتمي بفكره انا لاجئ او معايا جنسيه اجنبيه، لان في السجون يا جماعه ناس كتير جدا معاهم جنسيات اجنبيه، فخلوا بالكم من الموضوع ده. ويعني اعتقد ان مفيش داعي للقلق، الموضوع بسيط، ولكن برضو خلي بالك من كل خبر او كل معلومة بتقولها عن بلدك في الخارج، لان ممكن جدا تحاسب عليها في الداخل لما ترجع بلدك ان شاء الله. ونشوفكم على خير دايما، السلام عليكم.